رجل صلى ولم تكن ملابسه على طهارة ولا يدري من متى كان هذا، فكيف تنصحونه؟ جزاكم الله خيرا. إذا وجد الإنسان على ثيابه نجاسة فإنه يجب عليه غسلها وإزالتها للمستقبل، أما ما مضى فإن صلاته صحيحة، خصوصا إذا كان لا يدري متى حدثت، فلعلها حدثت بعد الصلاة ولم يتيقن أنه صلى في ثياب النجسة فصلاته صحيحة. وكذلك لو تيقن النجاسة ثم نسيها وصلى فيها فصلاته صحيحة على القول الراجح في هذه المسألة. الحاصل أنه يزيلها للمستقبل وما مضى فإن صلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.